بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. እሺ የዛሬ ወንድማችን بل ጌታችን ብንለው ታቢዒ تقي عالم ማን ይባላል እንደውም ስሙ እዚ ያላችሁ ወይም ሌላ ቦታ ያላችሁ ስሙ ሰምታችሁ አታቁም ዑለማዎች ካልሆኑ የዚ ሰው ስም ማንንም ሰው የሚያቀው ሰው የለም የሰሃባ ታሪክ ያጠና የነቢያችን ሲራ ያጠና የዑለማዎቹ ሲራ ወይም ደግሞ ታሪክ ያጠና ካልሆነ ስሙ የታወቀ አይደለም اسمه رجاء ابن حيوى ሰምታችሁ ታቃላችሁ رجاء ابن حيوى ይባላል እስቲ ጀምር ታሪኩ በጣም ይገርማል ታሪኩ حيوة أباته نو كريستيان نو إنا يمينو ربتين برو بزي أهوني اللي تشوف فلسطين يعني فلسطين أقر إيه القدس بيت المقدس إزان بر يمينو رو أهون تاك اللي تشوف نانتي سيدنا عمر بن الخطاب عند أرباشي والتادروش لكوزا كسنت تقرنت بهالا بيت المقدس نزاء وطات بيت المقدس نزاء ست وطاء حيوى اهون يمناغرو يالهوت اذا نبر معناتنو اهون سيدنا عمر بن الخطاب كمدينه تطرتو ود بيت المقدس هدي لمن هدي ولاتكم يمتاقو التاريخ نو يا باترياركو اذا ينبرو باترياركو اني قلف لمنم السطم የቤተ መቅደስ ቁልፍ የምሰጠው በመጽሐፋችን የተጻፈው ሰው አለ እሱ ይምጣ ቁልፉ ለሱ ነው የሚሰጠው አለ ተመልከቱ እንግዲህ የስምና ነገር እንደሚያቁ ያመለክታል ይሄ ነገር ሰይድና ዑመር መጣና ቤተ መቅደስ እዛ ሲደርስ ፓትሪያርኩ መጣና አለባበሱ ቅርጽ ሰውነቱ አነጋገሩ ድርጊቱ ሁሉ ተመልክቶ ይሄ ነው እንግዲህ ቁልፉ የሚሰጠው ይሰው ነው በመጽሐፋችን የተገለጸ ይህ ዑመር ነው ብሎ ቁልፍ ሰጠው ማለት ነው አሁን እልልታ ሆነ ጨዋታ ሳቅ ደስታ ፈንጠዚያ ምናምን በሙሉ እንተ በቃ ሁሉ ሰው ተደሰተ ማለት ነው ሰሃባዎቹ 40 ሺህ ወታደሮች ነው ያሉት ጀነራሎች አሉ ኮሎኔሎች አሉ ምን አሉ በቃ ዓለም ነጻ ሆነች ቤተል መቅደስ በእስላም እጅ ገባች በጣም ደስታ ሆነ አሁን ሐይዋ አሁን እንብላችሁ የዛ ታቢዒን አባት እንግዲህ የታቢዑ ረጃ የሚባለው ገና አልገባሁም ስለአባቱ ነው አሁን ማውራው ያለው ሐይዋ ያኔ አባቱ ማለት ነው ይሄን ነገር እየተመለከተ ነው ዑመር መጥቶ አየው ቁልፉ ሲረከብ አየው ከዛ ህዝቡ በደስታ ሲስቅና ሁሉ ሰው እልልታ ሲል ያያል ولكن بتعام يسلمنان فكر يا سعد دربت يا سيدنا عمر بن الخطاب هلتك على ثناتشو كان يقهن واندموش يا سيدنا عمر هلتك على ثبتشا حيوة تلك يا كريستيان أبتاسو يمدمو كيسي نبرو كتا ونسلم الناس قبه والدنا من دنش النزي هلتك على هلتشنك عشو علن سيدنا عمر متعنا هزبو سيسيك سيشاوات ما شاء الله عيد سيادرق سيدنا عمر لبيتشاتشو يالقصو نبر قلل بلو كزا بيت المقدس كبتكسر راك بلو لكن دهس آن يالقصارلو فجاء أبو عبيدة من الجراح وجاء خالد بن الوليد وجاء عمرو بن العاص النزي بمولو جنرالوش بمولو متو يا عمر يا أمير المؤمنين لم دنو متالقصو زاري ما يساك أنا يعيد قزيادة لمن دي بيت فلسطين بمولو بيت المقدس بإجاتشن يقبابت كان هذا اللوموي بلوسي نقروت من ألاتشو أيها الإخوة ألاتشو النزي أهون النزي يهودوش بيهودوش إجنا ينبرو انتنو بيت المقدس النزي يهودوش لمن تشنفو ألاتشو لمن بإقراتشن رقت ماتشو لمن يمي قدل قدلن يمي تأسر أسرن بإجاتشن كتتر سرياس قباراتشو نا أقرون لك أون دي هيدو يادرقنا تشو لمن جنو بلا تأيكا تشو فقالوا الله أعلم فقال عمر سلة ساساتون والي
يا الله من قتته فساد بزو معصية بزو إن الله عز وجل نجر هلو إنبي بلو بزو فسادنا بزو متفون نجر كتوحيدنا كدينو مراك سلجمرو ويمدم أندزي سلادرقو الله سيكوت أباتشو يعني سلطانو كنسو أنسوتو لن يسطن علي يمياسلك سي نجر جنسو عدن مالي سيأتي زمان جزيلي متانو إنيا لك النسون ده تساساتو قرآنون بستجرباتشن أدرغن ينبياتشن حديث ما فيزي ما شوفا أدرغن يسالاتو قداي زكاتو يسادقاو قداي بمولو يعني الدنيا بتقام ودن أخيران تألتن يعني لدينو من مواقع بانست يعني بانست بتجزي إذا جزي الله سبحانه وتعالى دمو سلطانو كنيا أنستو ودزان سارا سيازورو ياندندو مسلم سيالكسنا ياندندو مسلم أغروج سررقتو يتايين نو مالكسو على عمر يقابا تشوالون دموش متاو لا المتاو أهرمت أنجي يهن أقري ماك والله كأهيا بتاش نو ملو يهن أقر أهون عمر يالو نقر قنا المتاو من ملسو كالي هز I don't know من أين تلبلو والله. أهون بمن يوم ألم يسلام أجر هذا اللي ميرجع طويه له. إسلام هذا اللي ميالك أسيء له. لمن تساسة. بتأمع سيا بالزام. قرآن جربتشن سلطانو. من اللبت الله دم قد يلو. سلطانو كنيا نساونا. لن نزأ أوروبا ويانا أمريكا ويانا روسيا من أمر لن نسوس تاجو. بلوال دم الله أنا بياشمكم بلوال. ستتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الكلاب على قصعتها لك اندزي وشوشكو عند تلك سهنا أرقى سقابة ستأتشو من يدر قالو يماتالو يفاجالو سقاون لما بلاد بانس أسلا قنيوت انان تدمو يني أمت قزي اللي متانو يعلمن حزب كريستيانو يهوديوم يعني مشريكم هلو لك اندزي سقا وشوش اندمتشاو تبت لتشاوت باتشونو بلو سيناقرو يقول واحد من الصحابة يا رسول الله أمن قلة يعني وبتام تكيت سلهون النو النسو بزو سلهونو قال لا بل أنتم كثير أنت بزونا تشو لكن أنتم كغثاء السيل أنتم كغثاء السيل كندزي قرف سيمت أفرع الله للم زنبلوت عندك زي بلش بلو متفع اندزي هنا شو نانتي لمن علوت نبيات صحابة لمن يا رسول الله اندزي لمن جنو من هنا وبلو استيقو نعم يقول يصيبكم الوهن وهن ليزات شنو لياتك عشنو من دنو وهن يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الآخرة يهم بالشيطان وهو كنيا قايل له الدنيا بتآمن ودتها لن الدنيا من كالن سو كمتا ودي عراس نبرنو من كيرو اخيراتشين من كاكا متا كيف الحال يا اخي لمن دنون دزي عدركو الله خلي طروع دل منا منو متلو يهنو بشتا ومتانا عمر يالك اسبت نقر متا اهون حيوة ودي حيوة الملس حيوة يهني يتناقرنو نا قزيلي متانو انيا من الشنف بات يهن حيوة يسمال بلبوست قبتو متاو البلوبو كذا قتلو يسمعو يبلط ادمو يعني بلبوس وسط غبطو ود اسلمنا دي غبا يغفافاو دمو مندنو سيدنا عمر انغدي تاقالاچونا اسو سيمطا يعني يسو باريا باهيا لاي وطو سيدنا عمر اهياون يغتته متى معناتنو كذا صحاباوچ راو ورد كن باك امير المؤمنين انديت نزي تارغاله انديت يمسله فرس بفرس بتمطا لجو دمو يتنو يفرسون لغام يزو السو يغتت به انجي انت بار انت باريا باهيا انت زي بقى توارد نكو افر نكو قالوت فقال قولته الشهيره شي ارات متو امت سوني بتبطش قال السو يالات سيدنا عمر نو يهن قال اي حيوه يمبالو سو يهن قال سيسمع خلاص لبون زقاتشو كفتتشو ناو لسلمنا قبا من سيدنا عمر
أيها الناس لاتشو يا أبو عبيدة الجراح you won. والله أنت أمين الأمين هذه الأمة بتنورو بزي سفرج أنجتوك أرتنه بران أنت نزي تلاله أسافركن أواردكن تلاله يقول نحن عرب عليه نحن العرب نحن كنا قوما أذلاء بك أتواردن أما يللن زلانوش تمرنا وهاي من نبلا عنده يعني هيالي هنا سو لضعيف هنا وسو مجدل بشفت النت بلي بالنت بزين بزينة بقمر بخمر بزي هذا اللي ينبر له كنا أذلاء تقلال لا بعالم ينبروا سوتش عند يودك هنا وزك أج هنا وهزب عند هذا اللي يميعي ينبروا نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام كبر يا متعلن ألم بمولو اندي فران ان اندي اكبرن يادرقو الله بسلمنا نوك فإن ابتغينا العزة من غير الإسلام أزلنا الله كسلمنا للا وج كبر كفلقن الله سبحانه ليتقلن نو بلو يعني سنقر حيوة يهندقر يسمار كريستيان نو فكر وقدر فكر وقدر على طول ودسلمنا قبه سويو حيوة تمام الله سبحانه وتعالى بقرآن من إلى المسألة شو تنش تلك القبعة وندموش عندنا دسوة شالو وندموش عشان إمن الله شو يتمارو سوة يهوني شلالو إن تلك بلاء يود يورد بتشو الله سبحانه وتعالى كبر بس لمن نام يجني أي مسألة شو كبر بتمرت بدكتوري دقري بتو دكتور نت بماستر نت انتن كبر يعني كنزا اسلام يالهونو يعني تقابلو بالا جنزبوش هابتاموش بالا جنرالاوش منامنام اندزي هلا دلم اسلام بايهونو كبر يالونا جنزب يالو بزات يعني تتقتو كبر يميا قنيو مسلات شوال لكن الله قرد ارغو تناقري يفلقو النقر بتادرقو علي كبر بسلمنا بتشانو ميقنيو اسمعوا معي يقول سبحانه وتعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء إسلام يالهوني وندمي يالت أغا تغا يميلو كبر فلقو كسوغا بكانتن يميلو نا الذين يتخذون الكافرين أولياء أولياء من مالتنو وداجوش مالتنو نا كافروش يميود كنسوت أغا بلو إسلامنا نمينك كبر كنزانو ميقنيو يميل سو الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنين تتو كنزا ينبتئنا شو كنسو إلان مدن ينبتئنا إنه كهواي آيلاند ينورسي يتمرقون كأوكسفورد ينورسي لندن دكتوريت ديغري ألن إنه كنزي سلام وجدمو زملو كالي تشاوش كنسو تقاتقا كمالت كنزا دكتوروش الزارو متكبرو كبري متاقن يوبلو ياسبال كان يقال لها شو الله من ألو مسألة شو أيبتغون عندهم العزة؟ تجا يميلواتشو النزي للنزي كافروش كبر فلقنو إلى الله سبحانه وتعالى فإن العزة لله جميعا زبلاتشو أتلفو كبر كالله قنم يقنيو كبر ودى الله تجا كالكنو انت كبرو انجي كالنزا كافروش سلاموش انتته كبر يقنيو بلوم اللي سلت سبحان الله العظيم يهن نقر حيوة ين نجر سياي لبو تمسطنا كتا اسلمي سيا سلم اغبى كغبى بوحالا ولده ما انت ولد يزاري تلقو من نجر بتسو رجاء يميبالو تولدنا رجاء بلو سم سطو معناتنا اهون ودرجاء نو من هدو رجاء ابن حيوى رجاء ابن حيوى هنا اسلم حيوى فتزوج ورزق بغلام وسماه رجاء وعلمه الدين والدنيا ديننا الدنيا استمروا معرفنا وعلمه أيضا درس يكتب بماء الذهب أهون ملاتشو يا أخي إني أنا نجزي كوبت أمي قرمينيان عند شيخ عند عالم عند مسلم عند منامن يتمار منامن كسواد اللي كنسو بيشاد اللي حكمة ويم ترو النجاجرنا ترو يليك أونت نجاجر يميجنيو كان تراسو لهون يشيلان أهون حيوة أهون يسلمو
لكن تملكتو يا لو نجقر إنين عند محاضرات اللي ممسات أشو والله لني لراسي تتكم كبت نجرنو بهوته يمتكم بت نجر عند تكم بت سات أشوالو بتلي بتلي إن الزوات أتوش جنا يا ها أمتي أسرع سمنت أمت إدمي على أشو أهون جنا يا الدنيا نجر بسم الله بلا أشو يمت جمرنا جنا وات أتوش على أشو لهلم لبش ما قلوا شو لهلم يمي هون تلك مكرنو سموت حقيقة نجى بدارو بلال تفسير سجمر بس نزهت ياك اجمر الله نجى بتأيك الله مكرات بتأم أسفل لقي فلسف الناس لو أنا نو من على حيوان لجي ألو لمن للجو يعني رجاء مبالو لجو لجي ألو نعم حياة الإنسان ثلاث حاجات يسولج من ربت بزيها الدنيا سوست نجر يا زونات شوالي النزي سوست نجرتش بجوره سمعتشو البه لك تتاتشو كذاب النس سرع له الشيالي قال الدنيا كلها في الطفولة عليه يعني هتسألنا وطات بهون كبت جزيه هلت نجر عليه نجر سوست نجر نوالي مجمرة حيوة من عليه بزيها الدنيا يسول لي جمن وربت سوس نجارش ناتشوالي عندو جنزب نوالو عندو تينا نوالو عندو دمو جزي وقت نو وقت تايم نوالو اهون انت وطات بنبركبت وي وطات باللهبت جزي معك الصحه ومعك الوقت حصان سلهونك جنزب يلهم غنا التمارك مال سراهم ادلم جن تينا كانت غالي جزي كانت غالي يي عندنو تنش قرمس بله وده سايا سلاس أمس ستهد سلاس أمس أربع أمس ستادرق الزاق زي يعني من ينورهال ولت نقر ينورهال عند تتأفال لك علي يعني من علي تقنا ينورهال مكناتون تقنا اللي قنا وطأتنو يالله قنزب ينورهال مكناتون تاقله إيه سرهنو هبتام لمهون إيه تاركنو لكن جزيء له ماله. تملكته أهون استنشارس يمدق ملين قال لي. أنا نجارو صوص نجار ناتشو. هتسأن قال بنبر كبت جزيء. أنا نا جزيء الله. ما نين يوم لمسرات جزيء الله. أنا ماله. تنش ودار بامس تهد. أنا الله. جنزبم الله. وقت جني اللهم جزيء اللهم كناتهم لمن جنزبون لمسبسب وقته الزات فتح على لي. ست شمجل عليه هلتو منورالو عندو يتقفال عليه من دنو جنزب عليه مكناتهم لاربا لامس عمت ريح عمت او مليون جنزب ليدوريه جلال وقت مالي جزيه مالي شمجل هالهون اروقي هونو هال شمجل هال جزيه عليه جنزب مولتوال تقينا جن يتقفال ازا جزيه عليه يا اخي والله بهيوتي سايو ودنيو تشي زمودو تشي اندازي ساياتشو لكن ده تابل تنس ان ده تك 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 يلو ينبرو بوت اتاتشو اهون شام قلوال قنزباتشو بملايين امي قطرو قزيما اللاتشو مكناتهم خلاص راس كموال ابيت كوش بلو يسلسا سبا ثماني عامت هونوال ابيت كوش بلو بكا موتي يتبقوناتشو لكن تقنا يلم عندو قل بيتي الال عندي سكر بشتا كونو الال عندي يدم قفت الال عندي كي كلالي تيكونو ندزي هوني الال عندو دمو من دنو يبقى دمي ندزي هالو هاتنتي منامن جرباي ندزي ندزي الال إذا قزي تقنا يتقفال قنزبن قزيم يمت قلالي النزي تكتاه تلاتشو علي نا لو للجنو تكتاه تلاتشو بهتس أنتي ياله قنزبو تنو قنزب يالله مالللم قزيو تتقم بات تقنا تتقم بات ወደ 40 አመት ስትሄድ ደሞ ገንዘብ አለህ ጤናም አለህ ግን ጊዜ የለህም ገንዘቡ ያን ጊዜው ገንዘብ በመሰብሰብ ሄደዋል ስትሸመግል ጤናው ይጠፋል ሁለቱም አለ አለ فقال رجاء يا بابا لو يا ابوي ماذا افعل እንግዲህ ምን ላርግ መፍቴው ምንድነው ብሎ ጠየቀው قال وانت شباب استفيد من الوقت والصحه له اهون انت ገና ወጣት ነው ያለው የ7 8 አመት የ10 አመት ነው ያለው አይደለም أهون بجزيونا بتأنا تتكمرو. جنزب على لهم جنزب لهم أهون. رجاء أخذ من نصيحة أبيه يهن مكر بجرو لاي بستو جرو الزانت على التلون قدي.
طيب تعلم حاجتين ولت نقر تماري بمجمريا يدينو علم يستمرو يتالو قزي اللين قزي اللوكو قزي سلاللين امار اللهو خلاص من اللو هنا معاذ بن جبل هنا عبد الله بن عمر بن الخطاب هنا خالد بن الوليد هنا عبد الله يعني ابو عبيده بن جراح هنا عبد الله بن عباس بمن اصحاب الزون يالو انزي ناتشو اصحاب علم وسدالتنا تنبركو كل 10 امت ذا علمي وسدال يتا له دمو تمرتو يا الدنيا دمو فلقالو علينا مهندسوش نبرو ذا مهندسوش يرومويان مهندسوش نبرو يا عرب ستيتس مهندسوش نبرو من تبارة تقالاتشو هندسة معمارية يعني من دونه مثلو سيفل انجينير لا بيلدين انجينير نزي تمارة مارتنو يهنس انجينير تماري لمن دونه هلتو يتمارة بتلو بتأيكوين انديت بزيه بدين لك هنا بدين قرآن حفزي حديث حفزي تفسير توحيد هلو اتنهككي بزي دمو انجينير وطا انديت قزينا تناسلالو تمالكتو اندموش ጊዜ ሙሉ አለው ጤና ሙሉ አለው ገንዘብ በኋላ ነው የሚያከማቸው ገንዘብ እና ሐይዋ ኢንጂነር ተምረዋል ቁርአን حفظዋል ማሻአላህ ዱንያ ወዲን ሁለት ይዘዋል ማለት ነው አሁን ወንድሞችና እህቶች ወደ እናንተ ልመለስና አንድ ደቂቃ ቢሆንም እኔ ለመከራችሁ ሳይሆን ላስታውሳችሁ እኔ የምክር ሰው አይደለሁም ከኔ የምትበልጡ ሰዎች አላችሁ ማሻአላ ላኪን ላስታውሳችሁ ወንድሞች ብዙዎቻችን እንደምንሰሳት አታቆም ልጆች ንወልድና ወንድም ሴትም ንወልድና መጀመሪያ የሚታየኝ ምንድነው ሁላችን ይሄ ልጅ ማሻአላ መሐንዲስ ቢወጣ ዶክተር ቢወጣልኝ እንግሊዝ ጥሩ ቢናገር ያኒ ለምሳሌ ኮምፒውተር አጠናቅቆ ITC ነው ምናምን ሸበካት እንደዚህ ቢያጠና እንደገና ፓይሎት ቢሆንልኝ እንደዚህ ነው ምናስበው የዲን ጉዳይ በኋላ አሮም ይመጣው ተሳስተን መስመሩ ከረቀቅን በኋላ የዲኑ ፍቅር ምናምን የሚባል ነገር ይመጣል ማለት ነው على كل حال ወንድሞች ንሳሳታለን رجاء ابن حيوة ግዜና ጤና ተጠቅሞ ኢንጂነር ሆኗል ሙፍቲ ሆኗል قران حفظوال علم انتن بلوال ايتشالم ويه نجر لجوچاچن ሁለቱ ነገር ለማስተማር አይቻለም ይቻላል እንጂ ለምን መሰለ ባንተ እድሜ አትገምተው በሱ እድሜ ግዜ ያለው ጤና ያለው የፈለከው ምታስተምረው ይማራል ሰውየው እኔ አንድ ቀን የነገርኳቸዋል እዚ ሳውዲ አረቢያ ቆኑ አንዱ ወነት የነ ኡመኑን 11000 ሪያል ደሞዙ ቤዚክ ሳላሪ ነበረው 11000 ማለት በሳውዲ አረቢያ አራት ዳር ልታረግ ትችላለህ አራት ቤት ከፍተህ አራት ሚስት ልታገባ ትችላለህ እሱ አንድ ሚስት ነው ያለው ሁለት ልጆች ወንዶች ናቸው ሁለቱም 11000 ይከፈላል ሁለተኛ ደግሞ የሶስት ወር ደሞዝ እንትን ደሞ ይሰጣታል የቤት ክራይ የሶስት ወር ምን ይድነው 33000 በአመት የቤት ክራይ ብሎ ይሰጣታል ማለት ነው this is house allowance ሚሎ አሁን ቤት የሚከራየው በ15000 በ20000 እንደዚህ ነው እነሱ ግን የሚሰጡ 33000 ይሰጡታል ሁለተኛ በየአመቱ ለሱና ለሚስቱ ለሁለት ልጆቹ ቲኬት ይሰጣቸዋል በማንኛውም የዓለም አገር ደርሶ እንዲመጣ ሌላም ነበረው እንዴት የመሰለ ስራ ይዞ ይያለ ሁለት ልጆቹ አሜሪካ ወሰዳቸው ለምን እንደው መተሄደው እንግሊዝኛ እንዲማሩልኝ ለምንድነው ተሄደው ሊቃውንት እንዲሆን እዛ አረ ተው ቢባል ተው ቢባል ተው እንዴ ያለና ወሰዳቸው እዛ ሄደ ልጆቹ ትምርት ቤት ከተታቸው ትንሽ ጎርመስ ሲሉ ያኔ 18 አመት ምናምን درسው ሁለቱም girlfriend ይዞ መጡ ባባ this is my girlfriend ኢላ ኢሩአል መናደድ መበሳጨት ጀመረ ሚስቱ ያንተ ባንተ መኪና አልሄድ ማለችው የኔ መኪና መግዛት አለብህ አለችው ለሷ መኪና ካር ገዛላት ለሱም ካር ገዛ እሷ በዚህ ተሄዳለ እሱ በዚህ ሄዳል የት እንደምትወራ አያቀምሱ አሜሪካ ነው ያኒ ካለ እንግዲህ አሜሪካ ነው እንግዲህ አውሮፓ ነው እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ወንድ አይልም እዛ እ ነው የሚባልበት እንጂ ያኒ እንደዚህ ነው
المهم بمستم تبساتش بلوجتشم بتعم تنادده تبساتش يسكر باشتانا يدن بزات قد تمتابت وده 8 كيلو جرام يميزن ينبرو وده 52 جرام ورده انشات لك انده انشات هنا سويو لما ندنو هيدو لجوتش انجليزين دي مارو يا امريكان سيستم تمرتن دي مارو عندو بايلت اندي وات قالين عندو دمو ينورسي استمار اندي وات قالين هيدنا السوم تقفى لجوتشم تقفو سي مستوم تقفاش معاتنو أببا لي من مسلاتشو رجاء ابن حيوة إذا أهون من نقا قربت يالنو يولا تشو الدنيا أن آخرة هلتهم وسر لمن بنل أستر قزي اللي تقمو مكناتهم قزي ألو تأنا ألو إش نكتل كتمار بحالا فأصبح عالم أهل الشام يقبس ينتنو يفلسطين أن أكبابيو أعلم الناس بالقرآن أعلم الناس بالحديث والتوار سويو وتعلم معمار عربي وروماني يا رومويان انجينيرنا يا عربوش انجينير تمارا مالتنو فاصبح اكبر معماري في الشام بالزاب فلسطين اللو مهندسوش يبلاي نتست او سو مالتنو واخذ بوصيه ابوه اهون يباتو وصيه بشنكلات وسطنا اسكباو من علي اهون غزي علي علي انا مالني علي انجينير تماركو علم تماركو انا وقالي جزيم قالي لمن حج الهد مالي بيا امتو حج مهد جمري مكنياتهم كارج بهالا كشمقلي حجنا يا نبياتين مسجد بمدينه لو زياره المارك ايتشلم ذا غزي بشتا يمطال سراي بزال غنزبي بزال اهون بيا امتو حج لمهد جمر مالتنو طيب وكانوا يقولون بحج سهد ازاي يغني تلالق علماءچو كانوا يقولون ما راينا عالما مثل رجاء ابن حيوه من الشام شام مالت ياو سوريا فلسطين مالت نو طيب ارسل عبد الملك ابن مروان اهون انقدي بنتلو لي غبانو اهون اندايلون يميلو نغر مجمريا نغركواچو ازا وسط لي غبانو رجاء عبد الملك ابن مروان يميبالو تلقو امير المؤمنين ينبرو ازا غزي وتادر عند 6000 وتادر ازغاجنا ወደ አንድ የሮማውያን ቦታ ለጦርነት ላከ ከኔ ጋር አላችሁ አቡ አኒስ ባክህ ተጣ you have mail ሰላት ብትሰግድም ቶሎ ብለ ሰግደህናና በመጨረሻ አንተን የመሰለና ሌሎችን ስለዚህ ለመናገር በጣም እጓጓለሁ እናንተ እንድትናገሩና እንጨምሩበት ምክንያቱም ይሄ ደሞ አንድ ነገር አለ ደሞ ልንገራችሁ ፖለቲካ የሚወጡት ሰዎች አሉ you have mail እሺ ይኸውላችሁ የእስልምና ፖለቲካ ነው አሁን የምናገረው እስላሚክ ፖለቲክ ይባላል ይሄ ነገር እስላሚክ ፖለቲክ ተማሩትና እንዴት እንደሆነ ልታውቁ ነው አሁን ረጃ ኢብኑ ሐይወ አኒ ሐጅ ጀመረ አሁን አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የሚባለው ጠቅላላ እስላም አገሮች አሚር المؤمنین የነበረው በሱሪያ የነበረው ወታደሮች አንድ 6000 ነው 7000 ወታደሮች አዘጋጅቶ ወደ አንድ የሮማ እንትን መሬት ለቀቃቸው እንግዲህ يعني ጦርነት ለመከፈት ነው አይደለም አሁን የነዚህ 7000 6000 ወታደሮች አሚር ያደረገው ልጁ ነው ልጁ ለዛ አብዱል መልክ ኢብኑ መርዋን ልጁ አሚር አድርጎ ያኒ ጄሽ ያኒ ወይ ደሞ ወታደሮቹ ለገ በዛ ወታደሮቹ መካከል ሐይ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ነበር ሄደና እንግዲህ አብዱል መልክ ኢብኑ መርዋን አሚር المؤمنን ረጃን አያቀም እንደ ተራ ወታደር ሆኖ ረጃ ከነዚህ ጄሽ ሄደ ምክንያቱም سبحان الله جهاد يود نبر بتام جهاد في سبيل الله يود نبر رجاء هدنا ثلاث قنا القيوم اغرون يزو بزمر كنيو شامطتو دل تغنا صفو تملسو عبد الملك بن مروان هذا امير المؤمنين تدنقنا انديت اندزي هنا له بثلاث قن اغرون يزاچو يعني سو انتنو دل تغنا صفاچو تمطالاچو عليه مندنو سمستيرو سيل فقال ابنه لجمل عليه اولا يا امير المؤمنين هو فضل من الله يا الله ارداتا نوالي ولكن له هلتنيا عنده الرجاء ابن حيوه يمبالو كبير وطات غبز بقى وتادرچو ودان بسا نو يقيراچوال انديت قالو دعوه ادرغال قران ينبال ينددال لمندنو انيا اسلاموچ كو يبلاينتو يالن ابشرو ودفيت منامن ياله
ወጣቶቹን በጣም የገፋፋ ሞራል ሰጣቸው በሜዳ ከጦርነት በላይ እሱ የሚያደርገው ጦርነት በጣም ትልቅ ነበር ኹጥባ ያደረገ አብሽሩ በዚህ ግቡ ከሞታችሁ ጀና ናችሁ ካልሞታችሁ ደግሞ ድል ተጎናጽፋችሁ ወደ አገራችሁ ምትመለሱ እስላም ደም አይፈራም እስላም ሰይፍ አይፈራም ይያለ በቃ ገባንና ብዙ ወታደሮች ሮማውያን ተገሎ ድል ተጎናጽፎ መጡ አሚር المؤمنين من عليه من نو رجاء هذا امطلني عليه امطتنا انت نهرو الو او كزاري جمرو يني اماكارينا የኔ አንደኛው ሚኒስተር ነሃል እሺ አሁን እንግዲህ ፍትናው ጀመረ አሚር المؤمنين عبد الملك بن مروان يسو ونو اماكاري ادرገው ለእንትኑ لكن በሙሉ علماءዎቹ ጠሉት ረጃን ጠሉት ለምን ምን አሉት ያ ረጃ ምንድነ አንተ ከአሚሩ ጠጋጠጋ የምትለው ይሄ አሚር እኮ በጣም መጥፎ አሚር እኮ ነው ይሄ እኮ ስንት ሰው የገደለ ነው ወነታቸው ነው አሚሩ በጣም ስንት ደም ያፈሰሰ ስንት علماءዎች የገደለ ስንት ትላልቅ ሰዎች የገደለ ደም በደም ያደረገው መሬቱ እሱ ነበር አብዱል መልክ ነው ስንት ገንዘብ ምናምን ሰው ያጠፋ ሰው ነው እንዴት ከሱ ጋር ተሆናለህ አሉት አሁን ፈከር يعني አሰበ እና ረጃ ابن حيوه እሺ አሚሩን ትቼ በሄድ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ እንዳይሉኝ አሁን علماءዎቹ አንተ እንደዚህ ነህ ልቀቅ አሚሩ እንትና ትበር ከሱ ራቅ እኛ ኮርቀናል ምናምን ሲሉት በጣም አሰበና ምን አለ علماءዎቹ እኮ ይሄን አሚር ትተው ሲሄዱ የነሱ የعلماءዎቹ ቦታ መጥፎ አጥፊ ሆኑ ሰዎች መጥተው እኮ ነው አሚርን እያመከሩ እኮ ነው አሚር ገዳ ያደረጉት አሚር በጣም መጥፎ ስራ ለመስራት ያደረጉት እኮ እነዚህ علماءዎቹ እኮ ናቸው ሁሉም ትቶ ከሄደ አሚሩ ወደ እንስሳ ይቀየራል ላኪን ራስህን ወደህ ነፍስህን ወደህ አሚሩ መጥፎን እየሰራ ይያወቀ አንተ እንዴት ለቀለህ ብሎ አሰበና ላ አለቀ ማለት እኔ ለአላህ ብዬ ካሚሩ ጎን ሆኜ እመክረዋለሁ እንጂ እኔ ከለከኩ የነብዩታ ማን ነው መጥፎና ግማታም ሆነ ያኒ አንድ ሙናፍቅ መጥቶ ይይዛል እዚህ አሚሩን ግደል ይያለ መጥፎ ስራ ይያለ ወደ መጥፎ ነው የሚመራው ላኪን እኔ ቢገድለኝም ደሜ ቢፈስም እሱ ስለመረጠኝ ከሱ ጋር ቆጭ ብዬ ለጥሩ ነገር እመክረዋለሁ አለ እሽራይኩም ወንድቦች አሁን እስቲ ልጠይቃችሁ እናንተ አሁን ማን ነው ስተተኛው ዓሊሞች ናቸው ወይስ እሱ ነው እሱ ለሊላህ ብሎ ነው የታጠቀው አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገር ትዛለኝ ወንድሞች እንድታውቁ ሰይድና ዩሱፍ አንነብይ አልከሪም ኢብኑ አልከሪም ሲጅን ገብቶ ነበር 7 አመት ከታሰረ በኋላ የነበረው ንጉስ አውጡልኝ የኔ አማካሪ ላረገው ነኝ ብሎ ከእስር ቤቱ አወጣውና انك اليوم لدينا مكين امين አለው ከአሁን በኋላ የኛ አማካሪ ነህ ልክ የረጃ ኢብኑ ሐይወድ ካስተዋሳችሁ የመሊኩ ደሞ የዩሱፍ መሊክ አስተውሱ እና የኔ አማካሪ ነው የምትሆነው አንተ ብልጥ ሰው ነህ ምናምን አለው አይደለም አሁን ዩሱፍ ምን አለ ትልቅ እድል ነው አለ ይሄ ነገር እሺ ብሎ ለመሊኩ እሺ ያንተ አማካሪ ሆናለሁ ያንተ ወዚር ሆናለሁ አለው ግን በሸርጥ አለው اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم بصوره يوسف እሺ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ የገንዘብ ሚኒስተር አድርገኝ እኔ በጣም ችሎታ አለኝ የገንዘብ ሚኒስተር ምክንያቱም አሚን ነኝ እምነት አለኝ የሰው ገንዘብ በሰው ገንዘብ አልጫወትም ሐፊዝ ነኝ ዒልም አለኝ እንዴት አድርጌ ገንዘቡ እንደሚይዝ አቃለሁ ዑለማዎቹ ምን አሉ አሁን ዩሱፍ ረሱል ነው ነብይ ነው ስልጣን ይፈልጋል ላ አይፈልግም ጨርሶ ስልጣኑ ራሱ ነብይ ነው ረሱል ነው ይበቃዋል ለምንድን ነው የገንዘብ ሚኒስተር አድርገኝ ያለው አለ ምክንያቱም ረሱል ስለሆነ እምነት ስላለው ወንጀል የማይሰራም ሆን ራሱን ስላወቀ ሁለተኛ ደግሞ የገንዘብ አያያዝ አገሩን የማምራት ጉዳይ አላህ ስጦታ ስለሰጠው እኔ እምቢ ብዬ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ራቅ ካልኩ የገንዘብ ሚኒስተር አንዱ ይመጣና ይዘዋል በዝባዥ ይሆናል በቃ ህዝቡን ያረባል ህዝቡ በቃ ገንዘቡ ለራሱ እየወሰደ ብዙ ፈሳድ ያመጣል ስለዚህ
إني إزي بوتا مقبات اللبن لالله بيه لحزبو بيه آلي علماء شو منالو يوسف يادرقو واجب نبرارو ويوسف يادرقو يادرقو درقيت واجب نوالي انديت واجب لمسالي أبو أنيس عندو انتن عندو يأجر مريا يال يأجر مريو عند أما كاري يالو أما كاريو لما تفو بيتشا نم يأماكرو لانتنو لأجر مري لما تفو بيتشا جدل إسر بيت أسقبا النزين متها ليلا مطفو طرو نقر أما كروتاكم أبو أنيس يتملك كتنو يهن بوتا يمنستر بوتا لما قبات كچالي قالو واجب يهون ببتال واجب واجب كني قال لك واجب يهون ببتال يمنستر بوتا السون ديزي فلغ لمن مكنياتهم يا مطفو أما كاري لقو أبو أنيس ودزا بوتا هيدو يعني يا أجريتون مري ترو يمكرة دم مفسس كاسك أمي يهزب جنز ما بزبز كاسك أمو أن ترو سو كادر رجو بمكر واجب هنا الزام قبته على باتشو يتشن تبيعزولين ممكن بامرنيا شلوثا لا قبته يتشنال جن قبته شوال يمسلي هذا لم إشي أهون رجاء ابن حيوة يهنسرانو يسرعو إني راسينك الله يهن أمير المؤمنين كالسوغا تقاسل يمكركوت كمطفو وده تقولو نقر المراو تشلالو مكناتون كالسوغا يالو هم بمولو مطفونا تشو لزينو قداي هونو لزينو الدم يميا فسو بلو على طول الشي بلو قبا علماو تشو تقلوت يطلو من أرغو تال رباكا علماو تشو ندزي إيالو هونو يبالوالي عندو يمتقنا يا رجاء ألو علماو تشو كزا هونو إيامو هونو بهمتا يانسو رأول ما أشوفكم متفسون يلوحال يبلو كاميرو جاء تجعلي تملكه تنجدي أمير المؤمنين عبد الملك بن المروان بتأم دم يمود سون البر عبد الله بن الزبير ابن العوام يبلو تلكو صحابي نبياتنا عبد الله سيولد سام يعني ساموت 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 فقال الله أكبر يالوت لج السنة قدلو عبد الله بن الملك عبد الملك بن مروان حجاج بن يسوع سو لكو انديوم مكه كعبه كعبه بمنجانيك ارغو يا قصلات انا بنتن ارغو باسات يا قطلات انا لي افرسات يمكر اسو نبر سنت علماوچ يجدله سنت دم يفسس نبر ادلم رجاء متانا اسو لا طغامي ثم بعد ايام قال له قص بلو اهو منالو يا أمير المؤمنين له رجاء سراو جمره رجاء يا أمير المؤمنين أن النبي يا أمير المؤمنين أن الله نعم من هذا الرجاء عبد الله ابن الزبير من بالو تلقو صحابي بنتنو بمكة كعبة وسط قدلونا هلت أجرو هلت أجو قرطو بزاف لان تلتلو يقول لك يهين يمسر أميرنا أن تلتلونا يهين سايبك أنه تطرط هلو الناتو أسماء بنت أبي بكر صديق نج متاش النا لجواب الزعنة الستة يو بتقام بتقام تنادرش جن وات أشو النا لكن اندقسات تقتل بوسطوا يا إزنت إزنت بوسات اندقسات تقتل بوسطوا بهولت تطوا تطوا دم وتعمالتنا بهولت تط يعني منا قو وتتنا ميوت أو للسواجن تنادى تنادى صبر أدرجا لكن قفترو دم وتعمالتنا يهني هذا الرجسونو عبد الملك بن مروان أهون من هذا الرجاء يا عبد الله بن الزبير من بانو يقدلو صحابي يا أسماء يزيه أسماء لجنو قدلو قرون تنون الجن قرطان تلتلو يسو تكتايش نبرو بزو سوش نبرو اسر بيت اسقباتشو كذبو هلا عندك أنت سبسبو كالنزا أما كريوتشو تسبسبنا النزي مطفو سوش منامن 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 من لا رقاتشو ننيلان أما كريوتشاتشو منالو قدلاتشو عروت واندموش أرات متو أمسا سوش كوناتشو صحابة اللو تابعين اللو مرتي هون سوش ناتشو هلوم قدلاتشو بلو النزاك السوغا اللو مطفو أما كاريوش النزي عروت ولكن رجاء ابن حيوة من عرثاك قال له يا أمير المؤمنين اللو إن الله صنع لك ما تحب الله سبحانه وتعالى يمتودو نقر أدرق له فقبضت أعداءك ثلاثة وشيء من ثلاثة شو يزه إسر بيتك كتت كاتشو أدلة
የምትወደው የነበረው ይሄ ነገር ነው አላህ አደረገልህ فاصنع ما يحبه الله انت ደሞ ለአላህ የሚወደው አድርግለታል እንዴት ላድርጋለሁ اعفو عنهم الله اكبر نزي 450 الله سلطان ሰጠህ ኃይል ሰጠህና በእጅህ ቁጥጥር አስገብተህ አሰርካቸው አይደለም ይሄ ነገር በአላህ ችሎታ ነው አሁን ደሞ አላህ እንዳስደሰተህ አስደስተው من لا رغسلو اعفو عنهم عفو بلاچو فقال انذي كسو قال يالو اماكاريوچ گدلاچو يلال يهن سي سما يا رجاء لو اعفو عنهم خلاص اوطاچو عليه 450 صحابي تابعي كسر بيتا اوطاچونا نصاراچو عليه بمان رجاء ابن حيوي قتلنا كاند سامنت بوالا وده بيتو جبال امير المؤمنين فقال له يا امير المؤمنين قالوا عند حديث اللي درسوا هل الدرسه ماله من دنو قالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والارض اهون عند الله من سفك دم مؤمن واحد عند مؤمن دمو على حق مجدل والله ايه كبدال سبت سماينا مريت كله بيتفى الله قد يلو يا عند مؤمن دم طبتا عند غزي طبتل على حق الله يقطعبت قطع لا نجر له لذلك عند مؤمن مجدل سماي كله مفرارس كسو يبسال يالو نبياچن اتاقبالو كذا بحالا طيب مندنو عليه اقومالو كهم بحالا مؤمن اتقدلالو مؤمن مجدل اكو لا غزيو دس يلحال كن نجه اكو بيدم طبتا اكو تتايق الله له اميرو علقسه 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 طيب من الشلال له يا رجاء من الشلال والله ان انت ستموت غدغد جبته لطبله لتتنيا لو مفلقله سلازي كهم بحال الدم اتفسالي من ادرج اميرو تاقالاچو تقلالا منستوروچو وتادروچو منامن سبسباچونا عند حق اسفره قال انغدي حقو تملكتو يقول الامير لا يقتل يهنو حقو اديس حقو يوتا لا يقتل اي مسلم الا بتوقيع رجاء ابن حيوي رجاء ابن حيوي الفرمبت يقديا فرد عند فرد انداي هون عند سو انداي جدل رجاء ابن حيوي فرمبت كان هنا بستقر انا لرجاء ستيتشو الله يا مجدل قداي بلو ستو مالو يقولش اهون اني ان والله الكسالو عند نغزي امباي يمطال مكنياتهم ይህ ሰውየው ለአላህ ኢኽላስ ስለደረገ እንዳይሉኝ ቢልነሮ ዑለማዎቹ እንዳይሉኝ ዑለማዎቹ እኮ ተው ያሉ እንደዚህ እነሱን በመራት ነው ብሎ ቦታውን ለቀው ቢሆን አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን አላፍ ሙአለፍ አይገድል ነበር አሁን ደሞ ቆመ ዑለማዎቹ ከስር ቤት ወጡ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን አሁን በሪሞት ኮንትሮል የረጃ ይሄዳል ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ بذلك توقفت الدماء كلها ولتنيا نجر علماءچو سبسبنا رجاء ابن حيوه ان انت لمندنو كاميرو لقق يمتلوني علاچو عند حديث ال اسوكو نجه بسولت يازو تشلالاچو علاچو مندنو قالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان عند منكر ياي سو انانت نبياچن يالوت عند منكر نا عند مطفو سو ياي كچاله باجيه قيرو كچالك كالچالك دمو بملاسه قيرو تناغر يهرو لتون كالچالك دمو بلبه لاي طلاو مطفو نغر بملبه طلاو عليه انانت علماوچكو بملاساچو لتقيرو تچلو نبر جن ካላፊነቱ ካላፊነቱ ሸሽታችሁ ሄዳችሁ ለኔ ደሞ ልቀቅ የምትሉኝ ይህ ሐዲስ አሁን ያልኩት ሐዲስ ነገ አላህ ዘንድ ስንቀርብ ሐዲሱ ሊከሰን ይችላል እኮ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን መጥፎ እየሰራ እያየ ነው ዝም ማለታችን በመላሳችን ሙንከር ለማለት እየቻል ዝም ማለታችን ኮንጀል ነው አላችሁ ሊመልሱል ቻልቻሉ ዝም አሉ ስለዚህ ተውናለች እንደገና ይሄን ነገር እየተካሄደ نعم الان استمر وزيرا لعبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان والله رجاء من بال نجر سو متو دم كما افسس ادانو
ከዛ እድሜው መጣና አሚር المؤمنين عبد الملك بن مروان بموت ከዚ ዓለም ይለያል አልጋውራሹ ልጁ ነበር ወሊድ የሚባለው ንግስነቱ ለወሊድ ሰጠው ማለት ነው ولي الوليد ابن عبد الملك ابن مروان اهون ليلى امير متى ማለት ነው ልጁ መጣ من قال ልጁ يعني እንትኑ امير ልج اهون امير المؤمنين ሆነው من قالو يا رجاء له الا انت لسرا አልችልም ትተኝ እንዳትሄድ ምክንያቱም ከአባቴ ሆነ የምትሰራ የነበርከው ነው ስለማቅ እንትን አድርጋለሁ እሺ አለና ወዚር ሆነ ማለት ነው የወሊድ ወሊድ ወዚር ከሆነ በኋላ ደግሞ ዑለማዎቹ መጡና አሁን ሳይበቃህም ወይ ከአባቱ ጋር ነበርከ አሁን ደግሞ ከልጁ ልትሆን ነው ትቀጥል ነው ለምን አትተውም አሉትና ላ አላቸው ላ አላቸው الان استمر وزير لوليد ابن عبد الملك فنظر አሁን ደግሞ الوليد ابن عبد الملك ابن مروان يحب مثل ابوه እንዳባቱ ምን ይወዳላሉ ያኒ እንትኑ ፎቆች መስራት ቪላ መስራት ገንዘብ አርገ በቃ ልጃገረዶች ገዝተ ባሪያ ምናምን ገዝቶ ገንዘብ በጣም አጥፋትና ያኒ እንትኑ ቪላ መስራት ቁሱር ያኒ ምንድነው የምትሉት ፎቆች መስራት ግቢ መስራት መዝናኛ ቦታ መስራት ገንዘቡ በዛ ብቻ ያጠፋል ይሄ አልወሊድ ምክንያቱም ዑመራ ናቸው ይሄን ሲያይ ምን አለው قال يا امير المؤمنين له نعم من አለበት انت قال له من አለበት አለው ምን አለው ይሄ ነገር ቆይ ልንገር ቆይ አንድ ጊዜ አንድ ደቂቃ አስተኝ እስቲ نعم وجه ان من له يا امير المؤمنين له فقال له نعم ما رايك نحج لمندنو ودنتن ود حج لمن نحيد ما له اشي مكنياتهم غنزب سيطفى ايونا بتام بتام انتن عليه قففوا رجاء لمن حج نحيدم اشي نحيد له ود حج وسدوا معناته نو ود حج كهدوا بهالا حج كادرجوا بهالا من له يا امير المؤمنين نعم ود مدينه لمن نحيدم يا نبياتين مسجد اسو بدم بارغن انتن نارغ يعني زياره بنادرغ اهون الوليد من قالو اره يا مدينه سوتش ما يطلونيال يا مدينه سوتش بزو سو سلقدلن باچو بزو دم سلا فسسن يا مدينه سوتش بيايون يقدلونيال لا لا ما يقدلوه مالتي انت يا نبياتين مسجد زياره لمارغ نو متهدو يالهو ان هيدنا استي يا نبياتين مسجد زياره نارغ قالونا وسدو ايش بلو هيدي اهون اونتو نو يا مدينه سوتش ايودوتم ምክንያቱም ብዙ ሰው ስለገደለባቸው አባቱ ማለት ነው አሁን መዲና ገቡ فقال له رجاء ما رايك نعم ما رايك نوسع المسجد ምክንያቱም ገንዘብ ለብዙ ሩ ያጠፋዋል አሁን ከዛ ዞር አርጎ الله በሚወደው እንትን ሊያጠፋበት ነው የፈለገው እና رجاء ምን አለው يا وليد አለው يا امير المؤمنين مسجدو የነቢያችን ትንሽ ጠበብ ይለዋልና بنسفاو ምን አለበት ከሰፋነው ሁለት ነገር ታገኛለህ መጀመሪያ አላህ ምን ደህን ይከፍልሃል ሁለተኛ ደግሞ ባንተና በአህል መዲና ያለው ጥላቻ ይጠፋል በቃ ፍንክት ብሎ በደስታ አሚር المؤمنين እሺ አለ ከዛው ሐላ መስጂዱ በጣም አሰፋው በስሚንት ያለ በምን ያለ በምን ያለ በመብራት ያለ በምን አሰፋውና ጥቅላላ ከአለም የሚመጣ ዚያራ የሚያደርገው ተደሰተ የአህል መዲና በጣም ወደዱት ማለት ነው فوسع المسجد تنش قينا اذا المال الذي كان يضيعه في القصور لا قبلنا لا بيلا ما يطفاو نبرو غنزب كله ود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قيروا معناته فاهل المدينه حبوه ورحبوا به فبدا الوليد يزور المسجد النبوي فمن سنه من سنه الى سنه كل سنه يمتى كرجاء يمتى مسجد زياره يادرجه አንዳንድ ነገር የጨመረ መስጊዱ በጣም ቆንጆ መስጊድ አደረገው ማለት ነው ዛር المسجد አንድ ቀን መጣና የነቢያችን መስጊድ ዚያራ ካደረገ በኋላ ዑለማዎቹ ይምጡና ሰላም ይበሉኝ አለ አሚር المؤمنين ነው በሙሉ ዑለማዎቹ መጡና ሰላም አሉት በመዲና ያሉ ዑለማዎቹ መጥተው ሰላም አሉት ከዛ በኋላ አንድ ነበር سعيد بن المسيب የሚባለው
አልሄድም አለ እኔ ሰላም አልለውም ይሄ አሚር المؤمنين ሰላም አልለው ለምን እጠለዋለሁ ብዙ ሰው አባቱ ብዙ ሰው ነው የገደለው እሱም ብዙ ሰው ነው የገደለው ስለዚህ እኔ ሰላም አልለው ከፈለገ ይግደለኝ እንዴ አለም ለአሚር ሄዶ ሰላም አይለውም አኒ አሚሩን ወጥቶ ነው የሚሰላም ይለው አልሄድም አለና ለመኑት አልሄድም ከዛ በኋላ ሰማ አሚሩ እነዛ ከነሱ ጋር ከሱ ጋር ያሉ መጥፎ አማካሪዎች ምን አሉት የአሚር المؤمنين አሉ ሁሉ ዓለም ከመጥቶ ሰላም ብለዋል አንድ አለዛ سعيد የሚባለው አልሄድም ሰላም አይደለም ብሎ እንቢ አለ ተቆጣ አሚር በጣም ተቆጣ ሂድና ግደለው አሉት ቀጣ የሰውየው ረብሻ መጣብሃል ምክንያቱም خير ቢኖረው ኖሮ መጥቶ ሰላም ይለህ ነበር ይህን ሰውዬ መግደል አለብህ ይሉታል እነሱ فقال رجاء ይሄን ነገር ሲሰማ رجاء ምን አለው የአሚር المؤمنين አለው سبحان الله العظيم የሰውየው እኮ ሽማግሌ እኮ ነው አረጉ እኮ ነው ደሞ የአሚር المؤمنين ከነዛ ትላልቆቹ ታቢዒዎች የሰሐባ علم ልክ እንደወተት የጠጡት ትላልቆቹ የሚባሉ ዑለማዎች እኮ የሰሐባ ዑለማዎች እሱ እኮ ነው ይቀራል አንዱ እሱ ነው ይቀራል ሁለተኛ ሽማግሌ ነው ሶስተኛ ምስኪን ነው አራተኛ ጆሮ በደንብ አይሰማም ሁሉ ነገር እንት ነው የሚለው እና ምን አለበት አንተ ሄደህ ሰላም ብትለው እኔ አለው አው ሂድና ሰላም በለው والله والله አለው መጀመሪያ አላህ በረካ ሊያረግልህ ነው ዓለሙን ስለ ሰላም ስላልክ ሁለተኛ የመዲና ሰዎች አሁን የጀመረው ፍቅር እጥፍጥፍ ብሎ ራስህን የሳሙ የነበረው ጥላቻ ሁሉ ድምጥማጥ ይወጣልና ምን አለበት አንተ ክብርህ ነው ሂድና ሰላም በለው አለው ራሱ يعني رجاء بن حيو امير بايجوزو يعني عسكرنا وزراء اللي كنسو انتن اسكتلو ود سعيد بن المسيب هذا سعيد بن المسيب بمسجد لاي عند زاويه عند كورنر قچ بلو قران يقرا نو اهون اميرو متى مسجدو مولا سعيد منك كان بلو قومو اميرو هيدو سلام عليه السلام عليك يا سعيد يا عالم المدينه بلو سلام علىنا سعيد دم تنسو سلام على راس سعيد بنتنو بلبي ينبروا طلعتشانا قنبقل طفى مكنياتهم متو سلام علىنا كذا بحالا من تفلقال له مسجدو من يفلقال حزبو من يفلقال لسعيد كونو بقى سعيد تدسته اهوني هن نغر سيايو يا مدينه شيخوشنا علماوچ بنبروا ذا በጣም ወደዱት ምክንያቱም አሚር المؤمنين መጥቶ ለሼኻችን سعيد ያዛ መስኪን መጥቶ ሰላም ብለዋል እንዴት የመሰለ ነው ብለው መውደድ ጀመሩ በማን ነው የመጣ رجاء ابن حيوي سبحان الله እና فسعيد ابن سعيد ابن شو اسمه سعيد ابن المسيب ወደደው سعيدን የሚወዱ ደግሞ አህል መዲና በሙሉ አሚሩን ወደዱ ማለት ነው ثم مات الوليد ወሊድ ደሞ ሞተ አሁን ማን መጣ ወንድሙ ሱለይማን ኢብኑ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ሶስተኛ ንጉስ ነው መጣና ምን አለው ያ ረጃ አለው ከኔ እንድትለቅ አልፈልግም ካባቴ ነበርክ ከወንድሜ ነበርክ አገሪቱ ሰላም ያደረከው አንተ ነህና ጎኔ በዝጎኔ ቁጭ ብለህ ምከረኝ መጥፎ ሰላም እንዳልሰራ ከኔ ጋር ሆነ አለው እሺ ብሎ ከሱ ጋር ሄደ ገና ሚኒስትርነቱ ሲጀምር ዑለማዎቹ መጡና አሁንስ አይበቃህም አሁንስ ምን ትፈልግ ነው ለምን አትተውም ይሄ አሚር እንትን ላ አላቸው እነሱን በሐሜታ ሲያነሱ ይውላሉ እሱ ደሞ ላ ይላል ከሱለይማን ደሞ ቀጠለ ማለት ነው كعادته نعم فوجد سليمان يحب استعراض جيوش አሁን ይሄ ደሞ ሌላ ጠባ ያለው ሱለይማን አብዱል መሊክ ምን ይወዳል ወታደሮቹ በሙሉ በሜዳ ሰብስቦ تعليم እንዲያደርጉ ሲያያቸው ደስ ይለዋል ገንዘብ ያፈሳል ወታደር ያኒ ተጻፉ ወታደርነት ተጻፉ ተመዝገቡ ይያለ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወታደሮች አሰለፈና ሜዳውን ሞልቶ ሲያያቸው ደስ ይለዋል በሜዳሱ ወንበሩ ይወጣል ሚኒስትሮቹ ይወጣሉ ጀነራሎቹ ይወጣሉ ቁጭ ብሎ ወታደሮቹ تعليم ሲያደርጉ ሲሄዱ ሲምጥን ሲሉ ሲያይ ደስ ይለዋል አሁን من قالوا سبحان الله العظيم يا امير المؤمنين قالوا رجاء نعم يا اخي عند حادثك وتزالني قالوا مندنو
نبياتي صلى الله عليه وسلم قسطنطينية قسطنطينية متبالو أغر الليش يروماويان أغر نيش السواكو إنان تينس أو تتاتشو يسلام أغر لتارغوات نو بزاي ميهونو أمير دمو الله يقدسو أمير نو سيلو سميتشان برالو تورونو ألو طيب أنت لمن أتوهن يا أمير الله 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 والله العظيم هودي بلاني نقر أنت لمن أتوهن يا أمير انديت لهنا له النزيه والتدرج سفسفك أتشو بمولو ودزاك قسطنطينية لك أتشونا قسطنطينية نتا أو تتو مسجد سرتو بس لمن أتقد ترادرقو أنت أمير أتشو هنا نبيات شنيا لوت كبر تاقن يالله سو يو دسالو والله أدرقال له هالي انجديه أهون والتدرج جهاد في سبيل الله بله ولو قسطنطينية لك أتشو أنت أمير أتشو هنا ስለዚህ ነጻ ሲወጣ ነጻ እንደሚወጣ ደግሞ መቶ በመቶ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ነቢያችን ተናግሯል አለ ወታደሮቹ ለክፉ ነገር የሰበሰባቸው ወታደሮቹ ለጌጥ ብሎ የሰበሰባቸው ወደ ጂሃድ ፍሰቢልላህ ላካቸውና ሁለት ወር ቆይተው ቆስጣንጢንያ የምትባለው አገር ነጻ አወጣት በእስልምና ስር ውስጥ ገባች ማለት ነው በማን ረጃ ኢብኑ ሐይዋ طيب ففرح سليمان وأمر أن توجه الجيوش إلى القسطنطينية فجاءت المعركة الحاسمة ثم يعني قسطنطينية في الجسر قباش مالتنا أما في الأخير ما فعله بمجرشا نقول سوستنقصات على الفعل اللهم بمجرشا سليمان راسو موت متأبتنا بالقى هنو إيا موته من إلال يا رجاء لو نعم اهون كو يموت كونن او طيب كني بحالا يميهون امير المؤمنين لا تشاونا لستهالو اشي يالو انغدي لجوچي من يمسلهالالو لجوچو تنانش ناتشو يا 7 عامات يا 8 عامات حصانوش ناتشو كلجوچي اندو بادرغنا كنزا اسو امير المؤمنين هونو الناس وليجين يمدغفو عند جنرالوش امطچي بقچ بارغالو فقال اتارق لمالت አልቻለም አልፈለገም ሌላ ግን ሌላ ምክንያት አመጣ ምን አለው መሰለ እሺ እንግዲህ ልጆች አሚር المؤمن ለማረክ ከፈለክ ካንዱ ከነሱ አንዱ አሚር المؤمن ለማረክ ትፈልጋለ አው እሺ እንግዲህ የአሚርን ልብስ አልብሽ አመጣልሃለሁ አለውና ሄደና ሁለት ልጆች ናቸው ህፃኖች ናቸው የአሚር المؤمنን ልብስና ብሽትና ካባ ምናምን ቆብ ምናምን አድርጎ አመጣለውና ከዛ በኋላ እሱ በአልጋራው የተኛው ልጆቹን ሲያይ ሳቀ ሰውየው ሱሌማን ሳቀና ለምን ትስቃለህ አለው ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ደሞ ሳቀ ሁለቱም ሳቁ ለምን ትስቃለህ አለው አረ እነዚህ እኮ ለአሚርነት አይበቁ መጻሮት ናቸው አለ አባታቸው እኮ ነው ሱሌማን ከዛ በኋላ አሁን ተገኛለ የአሚር المؤمنين والله እኔ ልብህን ልነካ አልፈለኩም ክብርህን ልነካ አልፈለኩም እንጂ ልጆቹ ለአሚርነት እንደማይሆንማ እኔ ማቀ ነበር لكن استي انت راسه الله كغار له بيه نو علونا شمنت من تلاله له سما له بالدنيا يدركه وانجلوش بمولو اندي غفر له تفلغاله او كانت بحالا امه محمد برغا سلام دي هون تفلغاله او انم له سما له مندنو له امير المؤمنين متادرغو اهو كموته بفيت عمر بن عبد العزيز مهون علبته له سبحان الله العظيم عمر بن عبد العزيز تاقالاچو عند كان يسو تاريخ امطالاچو الله عمر بن عبد العزيز سيلو اسبنا والله ذا رايت مان اون ذا رايت بليس امطاه والو نانا ورقه تصاف اني سموت يعني اني تكهوت امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز نو بلو صافنا اني سموت يهن نجر انبلاچو عليه موته تقبرو የቀበር ሰዎች ሲመለሱ በሙሉ ዑመራዎቹና ጀነራሎቹ ተሰበሰቡ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ መጣ ወረቀቱን አነበበ የሞተ አሚር ወረቀት ከተወደሞ ማንንም ሰው ሊቃወም አይችልም ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ አሚር المؤمنን ቢያለሁ ተከተሉት ብሎ ወረቀቱን አነበበ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ መጀመሪያ አሚር ጥሩ አሚር የመጣ እሱ ነው አይታችኋል አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን ገዳይ يعني سوي قدلي قنزب يا باك كان نبر لجو متى الوليد بن عبد الملك نفس الشيء نبر سليمان متى يسو دمو
ወታደሮቹ መጫወት ነበር ይሁሉ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ በማን እንትኑ አማካሪነት በረጃ ኢብኑ ሐዩብ አማካሪነት ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ መጣ አገሪቱ ሰላም ሆነች ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ሁለት ዓመት ገዛ ሁለት ዓመትና ከሶስት ወር በሱ ጊዜ በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጊዜ ሰዎቹ በዛ በመንገድ ስታገኛቸው ንግግራቸው ምን ይሆን ነበር يا رجل نعم كم ركعة صليت هذه الليلة سنت باريا نصاوطا سنت كان صومه سنت تهجد ادرك سنت صلاة الليل سجد سنت غنزه تصدق يبتش نبر نغغراچو مكنياتهم عمر بن عبد العزيز يزي هنا سو سلا نبر بذا غزي كن بن عبد الملك بن مروان من سنت لجوش اغبا سنت لجاغروجو تغزا سنت فوقوش يعني غنبا نبر نغغراچو አሁን ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ መጣ ያ ሰውየው ነው ያልኳችሁ በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ጊዜ ጅብ ከፍየሎች ጋር ይቀመጥ ነበር ጅብ እኮ ነው ጅብ መቼ ነው የፍየሎች ጠባቂ ሆነ የሚያቀው በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ግን يعني دل فتح سلاسفنه الله ከሱ ጋር ሆነና ታቃላችሁ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ረጃ ኢብኑ ሐውያ የመረጠው ሰው ነው የእንትኑ የመንግስቱ ባንክ በይተልማል ሞላ ንቅንቅ አላለም በቃ ከዛ በኋላ ዘካት ቢል ዘካት የሚወስደው አጣ ህዝቡ ተገበ خلاص በረካ አደረገለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ ወረደ የተማረኩ ሰዎች ይመጣሉ የተማረከ እቃ ይመጣል ወርቅ ጨርቅ ይመጣል ባንኩ ሞላ ዘካት ስጡ ዘካት የሚቀበል ሰው የለም ምን አደረገ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ያላገቡ ወንድላጦች ካሉ በአገሩ በሙሉ ሰብስቡልኝ አለ በሙሉ ገንዘብ ሰጣቸውና በሙሉ ትዳር አስያዛቸው ገንዘቡ ሞላ እሺ እዳ ያለው በሙሉ አምጡልኝ አለ እዳ ያላቸው በሙሉ መጡ እዳቸው ከፈለላቸው ባንኩ አልጎደለም እንደገና መጣና ባሪያ ያለው ባሪያ አንድ ሰው ባሪያ ሆኖ ያለው እና ከባርነት ለመውጣት የፈለገ ሰው ገንዘብ ልስጠውና ይምጣ አለ ባሪያዎቹ በሙሉ መጡና ነፃ ወጣቸው ገንዘቡ አልጎደለም ባንኩ እየሞላ ይሄዳል በይተልማል ሙስሊም በይተልማል እየሞላ አላህ ኮኖ በረካ ያደረገለት ከዛ በኋላ ምን አለ እነዛ በእኛ ስር ያሉ ክርስቲያኖችና ይሁዶች በእኛ እስር ቤት ያሉ ወይም በእኛ ስር ያሉ ግብር ከፍለው የሚኖሩ ባካቹ ነፃ በልዋቸው የታመመ አክማቸው የተቸገረ እርዷቸው ገንዘብ አለ ብዙ ይሄን ነገር አመጣ ከዛ በኋላ ብዙ ወደ እስልምና ገቡ የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ድርጊት ሲያዩ ብዙ ወደ እስልምና መጨረሻ ሁሉ ሰው ከተደሰተ በኋላ ምን አደረገ ታቃላችሁ ሰው ያላደረገው እስካሁን ድረስ ቆኖ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን አለ በሺ የሚቆጠር ስንዴ ግዙ አለ ስንዴና ማሻአላ ግዙ አለ እሺ ያገሪቱን ጸጋ ያገሪቱን ኒዕማ እንስሶቹም ይብሉታልና እነዛ ወፎችና እርግብ በሰማይ የተንሳፈፉ የሚሄዱ ይህን እህል አፍስሱላቸው ከዚህ 10 ኪሎ ሜትር 20 ኪሎ ሜትር ሄደው ምግብ ከሚፈልጉ እዚህ ባገራቸው ያኺ والله አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያስለቅሰኛል والله ወፎቻችን እርግቦቻችን በሙሉ ለምን አገሪቱን ትተው ወደ ሌላ ሄደው እህል ፍለጋ ይሄዳሉ ይህ መሬት መሬታቸው አይደለም አው በሺ የሚቆጠር ስንዴና ማሸላ ገብስ ገዝቶ በየጎዳናው በየመረቱ ያፈስላቸውና እርግቦቹ ወፎቹ ምናምኑ እየመጡ እየበሉዛ የአገሪቱን ጸጋ መካፈል ጀመሩ ማለት ነው هذا هو عمر بن عبد العزيز تاريخو عند ቀናመጣላቸዋለሁ ማን ነው የመረጠው ረጃ ኢብኑ ሐይዋ አሁን ይህ ነው የእስልምና ፖለቲካ የሚባለው ኢስላሚክ ፖለቲካ የሚባለው ጣፋጭ ቆም ነገር ያለው ይህ አሁን የምትናገሩት ፖለቲካ ምናምን ተናግራችሁ እስከ ፈጅር ትቆያላችሁ ምንም ነገር አትጨምሩም ምንም ነገር ደግሞ አትቀንሱም አትናገሩ ማለት አይደለም ተናገሩ ላኪን የእስልምና ፖለቲካ ማወቅ አለባችሁ this is the islamic politic ምን አይነት አይታችኋል አሁን ይህ አንድ ነው ሁለተኛ እንዳይሉኝ የሚል ነገር ረጃ ይሄን ነገር ቢከተል ነው ይሄ ነገር ያገኘበር አያገኝም ሶስተኛ ነገር ልጆቻችን ለምንድነው ያዱንያ ብቻ የምናስተምራቸው እንደረጃ ኢብኑ ሐይዋ ታቃላችሁ ምን ተገኘ አንድ ቀን እሱ ረጃ አንድ ነገር ይረሳውታል አልወሊድ ኢብኑ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን
ገንዘብ የጠፋ ህንጻዎች እንትን ያደረገ እንዳባቱ ያኒ ፎቆሽ ይሰራል ቪላ ይሰራል ይሄ እንትኑ ነው ይሄ እንትኑ ነው ይሄን ነገር ሲያይ ምን አደረገ ታቃላችሁ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ የአሚር المؤمنين አለው نعم እኛ እኮ በፍልስጤን እኮ ነው ያለነው አው طيب ይሄ እኮ የአንቢያ መስጊድ እኮ ነው ቤተል መቅደስ የአንቢያ መስጊድ አይደለም አው ነው ለምን እሱን አናሻሽለው ቁባ ለምን አናደርግለትም ይሄን አሁን ቁበት الخضراء የምትባለው ነገር ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ነው የገነባት በእጁ የገነባት እሱ ነው እሺ እና ላንተ አጅር ታገኛለህ ሁለተኛ ለዘል ዓለም ዝክርና ለዘል ዓለም ማስተዋሻ አርገህ ትሄዳለህ ህዝቡ ይወድሃል አላህ ይወድሃል ይገንዘብ ዝም ብለህ በአማራ በፎቅ በምን የምታጠፋው ይህችን መስጊድ በደንብ አርገህ አስተካክላት አለ እሺ አለ ግን አንተ ኢንጂነር ትሆናለህ አለ ሱብሃንአላህ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ኢንጂነር ነው አሁን ስራው መጠቀም ጀመረና አሁን የምናየው عند شيء أردت متؤمت يدرقو قبة الخضراء أهون يمنا يو رجاء ابن حيوة بزوغن زب فسسبت يا مسجدو يعني أباب مطفو ينبرو أسفو أشبرق أون دزي قبة سرالت مسجد هنا مالكنو بمان رجاء ابن حيوة سلازي إني من أقراتشو أهون إني لكتروه الشلمة هون من أين التكم من أين التكم هاو تقول لين بالله አሁን ከተናገርኩት የረጃ ኢብኑ ሐይዋ ያኒ ታሪክ ስንት ጥቅም ታወጣለህ ብለህ ከ30 በላይ ጥቅም ልታወጣት ይችላልህ هذا هو رجاء ابن حيوة هذا الذي يعني سبحان الله العظيم يوسفني مثلال بدرجيتو يوسف من دنا قالوا يا ملكو اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عن عليم حفيظ او حفيظ عليم ان የዚህ አይነት ሰው ያስመስለን ይያልኩ ይህ ነበር ያስጠፋኝ ወንድሞችና እህቶች የረጃ ኢብኑ ሐይዋ የመሳሰሉት ነበር የመቀርጸው በአፍሪካ ቲቪ አንድ ወር የጠፋሁባችሁ የዚህ እነዚህን ታሪክ ለመቅረጽ ብየ ነው የጠፋሁና ከነዚህ 200 ሰዓት የቀረጽኩት በዚህ ወር ከነሱ አንዱ ነው ይሄ ረጃ ኢብኑ ሐይዋ ስሙ እንኳን አታውቁትም እንኳን ታሪኩን አታውቁ እና እነዚህ ናቸው ሳዳቶችን ቤቶቻችን አባቶቻችን ወንድሞቻችን መሪዎቻችን የምንላቸው እነዚህ ናቸውና እነሱን ያስመስለን ይያልኩ በዚህ ታሪኩ አቆማለሁ ግን ታሪኩ አሁን ለእናንተ ነው ተው والله አሁን ዝም ካላችሁ እኔ በጣም ነው መጣላችሁ አሁን ዝም ብላችሁ አሁን እስቲ መክሩ ጨምሩ ምንድነው ፋይዳ የምናገኘው ሴትም ወንድም እዚህ ላይ እጇ ታስገባ ይገባችኋል አባባሌ እጃችሁን አስገቡ ምላሳችሁን ክፈቱት አሁን ታሪኩ በደንብ የሰማችሁት አሁን ምን እንጠቀማለን ከዚህ እንደዚህ መሆን አለብን ልጆቻችን ለምንድን ነው ያዱንያ ብቻ እናስተምራቸው ለምን ያኸራና እናስተምራቸው ለምን መሪ አይሆንም ለምን የመሪ አማካሪ ለምን አይሆንም ከመጥፎ ወደ ቀኝ